أعزائي من المنطقة الجنوبية لمدينة القدس أورشليم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن تعاليم يسوع المسيح. اخترت المكان لأنه مناسب جدا. أنا موجود في منطقة استراتيجية مهمة جدا، تعتبر زي حدود بين جبل صهيون وجبل المريا، فكثير من المواقع الكتابية موجودة في هذا المكان. إذا ابتدينا بالنظر إلى الخلف تستطيع أن ترى جبل الزيتون. من هذا الجبل صعد يسوع إلى السماء، من هذا الجبل أعطى المأمورية العظمى، ومن هذا الجبل دخل إلى أورشليم نزولا بدخول الظافر إلى أورشليم. أيضا تستطيع أن ترى بستان جتسماني مع وادي قدرون. من هذه الجهة تستطيع أن ترى سلوام شفى المولود أعمى في إنجيل يوحنا، وجبل صهيون من الجهة الأخرى. من هذه المنطقة ونزولا كانت مدينة داود قديما، أو قلعة اليبوسيون اللي انتصر عليهم داود. من هذا المكان ابتدأ سليمان بناء الهيكل على جبل المريا، وطبعا اليوم تستطيع أن ترى أكوام من الحجارة تتميم لنبوة المسيح اللي اتنبأ بخراب أورشليم وبخراب الهيكل أيضا. من هذا المكان تستطيع أن ترى المدخل الجنوبي الدرج، كان هذا المدخل إلى دار الأمم للهيكل قديما، وأيضا جناح الهيكل العظيم الذي يطل على وادي قدرون. اخترت هذا المكان لأنه المسيح لما جاء إلى أورشليم كان يعلم في الهيكل أو حول منطقة الهيكل، فكانت الجموع تزدحم حوله. وعندما امتلأ التلاميذ بالروح القدس في هذه المنطقة خطب الرسول بطرس وآمن 3000 نفس. فأنا أشجعك أن تشاهد هذه الحلقة الشيقة عن تعاليم يسوع المسيح. إذا عندك أي سؤال رقم الهاتف أو الإيميل موجود أمامك، يمكنك أن تتصل بنا. عزيزي سأعود بعد قليل. مشاهدينا تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية. سنكتشف معا الجوانب الرائعة في حياة وتعاليم يسوع، كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره. تابعونا في حلقات المسيح الفريد. أعزائي من مجمع كفر نحوم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن تعاليم يسوع المسيح. كيف ولا، فهذه المنطقة شهدت من أقوى تعاليم يسوع المسيح، هو المعلم الأعظم. بالواقع لو أردنا أن ندرس كل ناحية من حياة يسوع المسيح فنكتشف أنه الفذ الفريد، فريد متميز في كل شيء. تعاليمه كانت تعاليم عظيمة وفريدة قوية جدا، معجزاته خارقة، حياته خالية من كل خطية، إنه المثل الأعلى في كل شيء. عندما أقف في مجمع كفر نحوم طبعا تعود وترجع الذاكرة إلى أيام المسيح، فقد ترك المسيح الناصرة وجاء إلى كفر نحوم. كفر نحوم تعتبر الوطن الثاني ليسوع المسيح. هذه المنطقة كانت موقع استراتيجي هام في تلك الأيام، كانت واحدة من 9 مدن رئيسية، وحول هذه البحيرة حوالي 200 قرية. اختار هذا الموقع لعدة أسباب، ليس فقط لأن أهل الناصر رفضوه، لكن جاء إلى كفر نحوم كانت تعتبر نسميها بالعربي تلحوم أو تخوم، أي حدود، هي الحدود بين الجليل والجولان في سوريا. أيضا هذه المنطقة كانت أرض سبطي زبولون ونفتالي اللي تنبأ عنهم إشعياء في القديم في الإصحاح 9، الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. فهذه الأصباط التي أخذت إلى السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد هي
هي أول أصباط التي رأت نور المسيح. فجاء المسيح إلى هذه المنطقة ورأت نور المسيح. أيضا هذه المنطقة تقع على الطريق الرئيسي يسمى فيا مارس، طريق البحر الذي يربط العراق قديما بمصر، وكل من يمر من هذه المنطقة، عاد أنها كانت منطقة هادئة وآمنة بسبب أنها كانت تحت حكم هيرودس فيليبوس، فيليبوس ابن هيرودس الكبير. أيضا جاء المسيح إلى هذا المكان للتتميم النبوات، لأنه المسيح المنتظر كان يجول في كل مكان، يعلم، يتكلم، يصنع المعجزات، ويظهر محبته وحنانه وسلطانه. أيضا كفر نحوم، أيضا اليوم إذا بتطلع عليها مجموعة من الحفريات والأثريات، للأسف رغم كل المعجزات والتعاليم اللي شافوها من يسوع، لكن لم يؤمنوا بيسوع. في إنجيل متى صح 11 تنبأ عن خراب هذه المنطقة، وبالفعل حدث زلزال عظيم فانهدمت كل المنطقة. لكن اكتشفوا بعض الحفريات، منها هذا المجمع اللي أنا موجود فيه. هذا المجمع حجارة بيضاء من القرن الخامس أيام البيزنطيين، بني على الأساس المجمع الرئيسي، المجمع من الحجارة البازلتية، لأن الأرض هي في غور الأردن، منطقة بركانية عند بحيرة طبرية، ولأنها منخفضة هي منطقة حارة جدا. اكتشفوا أيضا بيت بطرس، المكان اللي كان يبيت فيه يسوع، المكان اللي شفى حماة بطرس. وأيضا هذا البيت أصبح كنيسة. اكتشفوا أيضا عمود لواحد من عائلة متى تقدمه لبناء هذا المجمع. هذا المجمع علم عن خبز الحياة، وعلم تعليم عظيمة وفريدة جدا. أنا بدعوك معي أن نشاهد هذه الحلقة لكي نرى من هو هذا المعلم العظيم، من هو الذي علم بأقواله وبحياته. أيضا بشجعك أنك تبقى معي عزيزي المشاهد، ولتستفيد من هذه الحلقة حتى تكون بركة لحياتك. سأعود بعد قليل. تعليم المسيح مش سهلة، بس الحياة بدونها كتير أصعب. تعليم المسيح هو إجا لكل إنسان، وما إجا للفلاسفة، وما إجا لأي شخص تاني، إجا لكل الناس اللي زي زيك، واختار ناس اللي هم بسطة، اللي صيادين سماك، اللي ما كانت تعليمهم عالية أو ثقافتهم عالية، اختار أبسط الناس. أنا إذا بتذكر حياتي كيف كانت في الأول، وكيف لما بديت أتبع تعليم المسيح بلاقي فيه فرق 180 درجة. حياتي تغيرت جدا لما أطعت المسيح وصرت حسب مشيئته، حتى بقدر أقول إن حياتي انقلبت كاملة. كنت إنسان متمرد، ما أحبش أخضع لأي شيء، بس المسيح علمني الطاعة وطاعة الأهل كمان. أعزائي من منطقة كاترين في المنطقة الشمالية، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح. مكتوب عن يسوع المسيح أنه كان يطوف في كل قرى الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. هذا هو عمل يسوع المسيح في كل مكان. حتما هذه المدينة أو البلدة هي واحدة من المدن الرئيسية والرسمية أيام المسيح، والمسيح حتما زار تلك المنطقة، وبالدليل أنهم اكتشفوا مجمع، واكتشفوا أنه كان في حياة، وكان في معصرة زيت، وتعبر عن حياة قروية بسيطة كان يعيش الناس في هذه المنطقة. وإحنا بنعرف أنه يسوع كان يكرز في كل قرى ومدن الجليل. يسوع المسيح إذا أردنا أن ندرس نواحي حياته، فكل ناحية من حياته عجيبة وفريدة جدا. فالمسيح هو صانع المعجزات الخارقة، والمسيح أيضا هو المعلم الأعظم، أعظم معلم في كل زمان وفي كل مكان، أكثرهم تأثيرا على البشرية حتى يومنا هذا. تعليم يسوع المسيح أكد على صدق دعوته، وبرهنت أيضا على لاهوته.
فيسمي الكتاب المقدس يسوع المسيح العجيب المشير، أو كما يقول المرنم في القديم: إن سكبت النعمة على شفتي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. أكثر من 45 مرة يذكر العهد الجديد أو في الأناجيل عن يسوع قائلين له: يا معلم. واحد من معلمي الشريعة، واحد من مجمع أعلى مجمع اليهود، مجمع السنهدريم، نيقوديموس، جاء إلى يسوع ليلا وقال: نعلم أنك أنت من الله، أتيت معلما من الله. فالتعليم الذي جاء به تعليم فريد، تعليم إلهي، تعليم من فوق، لم يعلم أي إنسان كيسوع المسيح. وهذا ليس مجرد كلمات مسيحيين متحمسين. اقرأ عن أقوال الفلاسفة والحكماء، أراءهم عن شخصية يسوع المسيح أو عن تعليم يسوع المسيح. لم يقل أحد عن أي آخر أحد في كل هذا الوجود كما قيل عن يسوع المسيح: تعجبوا من كلمات النعمة التي كانت تخرج من شفتي. تعليم يسوع المسيح برهنت أنه الشخص الكامل الأوحد، وأنه كان مليئا في العلم والفهم والرأي والمشورة والمعرفة والتدبير والحكمة أيضا. كانت تعبر أنه بارع في التواصل ويقدر أن يتفاعل مع احتياجات الناس الآخرين. تعليمه كان بسلطان إلهي، تعليم خارق كان يخترق إلى الكيان وغيرت النفس البشرية. بالواقع يسوع قال عن نفسه أن كلامه روح وحياة، وكلمة حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين، إلى درجة في أحد الأيام جاء قائد المئة وقال ليسوع المسيح: قل كلمة فيبرأ غلامي. كلام يسوع كان فيه قوة على التأثير، قوة على التغيير والتجديد الحياة والكيان في الداخل. فهو علم وعمل بحياته، لم يقل أشياء لم يفعلها. من أجل هذا أحبته الجموع وازدحمت حوله الجموع في كل مكان لكي تعلم أو تتعلم من هذا الشخص الفذ الفريد. لاحظوا الفرق بين يسوع والفريسيين أو المعلمين في أيامه. معلمين أيامه كانوا يركزون على تقاليد الآباء، وكانوا يركزون على العادات والتقاليد بدل ما أن يركزوا على جوهر العقيدة وجوهر الاحتياج، الاحتياج النفس البشرية من الداخل. فكان يسوع يعلم ويعرف احتياج النفس البشرية، فكان يتعامل مع النفس المحتاجة ويتكلم بكلمات النعمة الشافية، وهذه الكلمات كانت تغير بل تقود الإنسان إلى التجديد وإلى العيش في قوة المسيح. أنا أشجعك أنك تواصل معي في هذه الحلقة عزيزي، سأعود بعد قليل. تعليم يسوع، تعليم فريدة مغيرة تحدث تجديد في الحياة والكيان، لأنه المخلص الأعظم. تعليم المسيح حلو، سلام، حياة، محبة، أمان. اللي بتعلم عن المسيح بأخذ كل شيء حلو من المسيح. صعبة للي هو بصعبها، بس لا، المسيح أعطانا تعليم كتير سهل، كتير هينة، كتير مريحة. تعليم المسيح سهلة وصعبة. سهلة بالمعنى أنه المسيح يقدمها ببساطة وينقل ما يقوله للناس بشكل بسيط، لكنها صعبة للتنفيذ والسلوك. من لا يتكل على المسيح لا يستطيع أن يسلك بحسب كلمات الوصايا المسيح. قال: أحبوا أعداءكم، وهي جدا صعبة، ولكن مع الوقت الواحد لما بتعلمها بشعر بلذتها وبشعر قديش هو بحاجة إنه يعمل هاي الإشي وراح يتنفسه. أعزائي من منطقة كاترين، واصل حديثي عن تعليم يسوع المسيح. هذه واحدة من المناطق التي سمعت
بل شهدت عن تعليم يسوع المسيح، لأنه كان يجول في كل مكان في قرى الجليل حول بحيرة طبرية ليعلم الإنسان. يسوع المسيح هو المعلم الأعظم. أقول هذا ليس تعصبا، ولكن أشجعك أن تقرأ في الكتاب المقدس. الشيء الجميل إنه كل إنسان بيقرأ العهد الجديد تتغير حياته. إذا بيقرأ طبعا بيصلي بروح الصلاة إنه عاوز يفهم الكلمة، فتحدث معجزة في حياتك. من أجل هذا كثير من الناس تخاف من الكتاب المقدس، وكثير من الناس تخاف إنه يشجعوا أن يقرأوا الكتاب المقدس. أنا أقصد غير المسيحيين، لكن أنا بدعوك في هذه الحلقة، رجاء اقرأ الكتاب المقدس، لأنه في فايدة لحياتك، بتغير حياتك وبتعطيك الحياة الأبدية. هذا هو عمل قوة كلمة الله. فيسوع المسيح كلماته كانت مثل السيف، ممسوحة بالروح القدس، كانت تغير وتجدد. كلماته عندما كان يتكلم كانت تحدث المعجزة. في أحد الأيام قال واحد من تلاميذ المسيح: يا رب، إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك؟ هذا من بعد ما كثير من الناس سمعوا كلام يسوع المسيح واعتقدوا أنه صعب، لأنه بيدخل وبيخترق الكيان، فلازم الإنسان يعمل قرار. فقال بطرس: إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية؟ هذا الكلام هو كلام يسوع المسيح. في أحد الأيام بطرس الرسول وهو على بحيرة طبرية تعب كل الليل ولم يصطد شيئا، عندما قال له المسيح: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد، أجاب وقال: يا سيد، قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك، لأنك أنت اللي تكلمت، ألقي الشبكة. فحدثت المعجزة صيد السمك. قوة يسوع المسيح، كلام يسوع المسيح يغير، يجدد الكيان، مولودين بكلمة الحق. وعندما قال يسوع لنيقوديموس: الحق أقول لك، إن لم تولد من الماء والروح. فالماء أيضا يرمز إلى كلمة الله، كلمة الله التي تغير. أيضا كلمة الله مش بس كانت تشفي، مكتوب أخرج الأرواح النجسة أو الشريرة بكلمة. لما كان يسوع يتكلم كانت تفزع الأرواح الشريرة، وكانت تهرب خارجة، تصرخ وتهرب خارجة من الناس. علم يسوع الحق، علم بحياته. تعليم يسوع المسيح يقود الناس إلى المصالحة مع الله. تعليم يسوع المسيح رفع القيمة البشرية ورفع قيمة الشخص، أعطاها اهتمام خاص جدا. تعليم يسوع غير الحياة. بالواقع تعليم يسوع أثار الإصلاحات في المؤسسات حتى يومنا هذا. تعليم يسوع أثر على الفنون وعلى الأدب حتى يومنا هذا. تعليم يسوع المسيح كان يدفع الناس إلى الخدمة. تعليم يسوع كان يقود الناس إلى التضحية. تعليم يسوع كان يقود الناس إلى القرارات الحكيمة وإلى الفهم وإلى المشورة أيضا، لأنه معلم المعلمين. يقول عنه الكتاب أنه كان يعلم بسلطان. يقول الكتاب عنه أن خرجت كلمات النعمة من شفتيه. يقول عنه الكتاب أنه كان يعلم ليس كالكتبة والفرسيين، كان يعلم بسلطان وبحق أيضا، لأن كلمته تغير وتجدد الحياة كما ذكرت. يسوع المسيح هو المعلم الأعظم. إذا قرأنا عظة المسيح على الجبل، من من المعلمين في كل هذا الوجود؟ وتقول عظة المسيح، نعم أشجعك، وهذا تحدي إذا رأيت تعليم آخر مثل هذا التعليم. إنجيل متى إصحاح 5 وإصحاح 6 وإصحاح 7، مبتدئا بالتطويبات: طوبى للمساكين بالروح، إن المجتمع يطوب الغني والسعيد والقوي والصيت والشهرة وذات النفوذ، يطوب الناس الناجحين. لكن اسمع ما يقول الكتاب، نظرة الكتاب تختلف.
يطوب المساكين ويطوب الرحماء ويطوب الودعاء ويطوب أيضا المضطهدين من أجل كلمة الله إنه يسوع المسيح. فأنا أشجعك أن تقرأ عظة يسوع المسيح على الجبل. عزيزي ابقى معي سأواصل حديثي بعد قليل. قبل ما أتي للمسيح كنت أعرف أنه هو رب الحقيقي وهو رب الخلاص. عندما كنت أقرأ القرآن أفهم مفاهيم كل آيات القرآنية، رفض القرآن ليس خلاص للنفوس إنما هو تعقيد للحياة. كل ما كنت مسلما كان حياتي معقدة أكثر، إنه إحنا كنا دائما عصبيين ودائما متوترين ودائما كنت عدم الثقة بالنفس، ما كنت أعرف من أين يأتي الحالات النفسية. بينما قررت أن أقترب من رب يسوع أتعرف عليه زايد، وعندما وصلت إلى النقطة أنه آمنت به بشكل نهائي حسيت نفسي كل شيء بحياتي تغير، كل شيء. أنه أول شيء أن أعتمد على نفسي وثقة بالنفس الزايد واقتراب من الرب أكثر فأكثر فأكثر، مو مثل كان قبل. قبل كنت اقترابي من الله هو خوف، بينما عرفت على يسوع آمنت به عرفت أنه بيني وبين رب محبة. واصل حديثي عن تعليم يسوع. تعليم يسوع تعليم فريدة مغيرة تحدث تجديد في الحياة والكيان، لأنه المخلص الأعظم والمعلم الأعظم. مثل ما ذكرت عظة المسيح على الجبل عظة فريدة وجميلة جدا. قال طوبى لصانعي السلام، يطوب الذين يصنعون وينشرون السلام وينشرون المحبة، ليس الذين يواجهون الناس بالسيف والعداء والكراهية أو بالجهاد أو الإرهاب أو القتل أو العنف. لكن المسيح وبخ هذه الأمور عندما استخدم بطرس سيفه، قال رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. إن تلاميذ المسيح حملوا رسالة المسيح، رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الفرح، رسالة التواضع، ووصلوا فيها إلى أقصى الأرض. أنا أشجعك أن تقرأ هذه العظة. ماذا عن القانون الذهبي؟ اقرأ هذه الآية على الشاشة. هل يقدر أحد أن يقول هذه الكلمات؟ من يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمات؟ بالفعل إنها صدق على دعوته، تأكيد للاهوته وقدرته على التأثير على الناس. يسوع كان يعلم ببساطة حقائق مجيدة وعميقة شهدت له الفلاسفة والحكماء والعلماء أيضا، لكن تعليم يسوع أيضا كان بناسب العصر والزمان. كان يستخدم الأمثلة، كان يستخدم من الحياة البسيطة القروية، حياة الزراعة، كان يستخدم مثلا أمثلة عن الصيد والبحر عندما يتحدث عن ملكوت السموات. وهكذا كان يستخدم الأمثلة والعبارات البسيطة التي كانت تخص المجتمع، وكان يتكلم إلى الاحتياج الداخلي. علم يسوع المسيح عدة مواضيع، علم بحياته أي أنه كان شهادة حية، وعلم أيضا بكلماته وبسلطانه. علم يسوع المسيح أنه هو خبز الحياة، وأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. علم المسيح عن المحبة الحقيقية، قال إن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم، أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم. من يستطيع أن يقول هذا الشيء؟ وعلى فكرة عندما علم عن خبز الحياة أشبع الآلاف، وعندما علم عن محبة الأعداء لقد غفر لصالبيه وهو على الصليب. إنه المعلم الصالح،
إنه راعي الخراف الذي بذل نفسه من أجل شعبه، إنه المعلم الأعظم الذي يهتم باحتياج النفس البشرية، علم أنه الفادي، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، أن ليس بأحد غيره الخلاص، علم أنه هو القيامة والحياة، علم عن التواضع، علم عن العظمة الحقيقية هي خدمة الآخرين، علم عن بذل النفس من أجل الأحباء. ومن خلال كل هذه التعليم كان بارع في التواصل والتفاعل مع احتياجات البشر. عندما تقابل مع المرأة السامرية نرى البراعة في التواصل، ناشد إنسانيتها، خاطب فكرها، ناشد روحها أيضا، وتكلم إلى ضميرها وفكرها، زعزع معتقداتها، وأخيرا أوصلها إلى الحق. وهكذا عندما تكلم مع نيقوديموس، وهكذا عندما نقرأ كيف تعامل المسيح مع الناس المتعددة التي جاءت لتسمع تعليمه. بالحق إنه المعلم الأعظم. واحد من تعليم المسيح أنه جاء بذل نفسه من أجل الخطاة، أي أنه قدم نفسه كفارة على الصليب من أجلك. فهل تؤمن به؟ هل تسلم حياتك له؟ هل تأتي إلى هذا الشخص الرائع الفريد البارع؟ إنه يغير حياتك. على فكرة بحب أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنتحدث عن أمثال المسيح. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على DVD لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال تليفونيا على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العنوان